أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي أن النتائج التي حققها فرسان الفريق الملكي للقدرة جاءت إيجابية بعيدا عن المراكز، حيث حرص على المشاركة بأكبر عدد من الفرسان بهدف كسب خبرة إضافية للفرسان دون النظر إلى النتائج، وهو ما تحقق بعد أن دخل الفرسان في المسافات الثلاث من خلال المنافسات طوال المراحل الأربع. هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المركز الأول في سباق شانتيه بفرنسا لمسافة 120 كيلومترا، عندما تمكن من الدخول إلى قرية القدرة أولا في ختام المرحلة الرابعة، لكن جواده لم يتمكن من اجتياز الفحص البيطري رغم إعادته مرة أخرى. وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قد قاد الفريق الملكي للقدرة في السباق الكبير الذي شهد مشاركة واسعة من قبل مختلف الأبطال من الإمارات وفرنسا والدول الأوروبية، حيث يأتي هذا السباق استعدادا لمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في بطولة العالم للقدرة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية. وعبر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي عن ارتياحه لهذه المشاركة وللإمكانيات الفنية التي توفرت من خلال السباق، مؤكدا أن الأرضية مشابهة لما هو مطلوب لبطولة العالم للقدرة، كما أشاد سموه بعطاء الفرسان الذين شاركوا في السباق، مشيدا سموه بحرصهم على العطاء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أفضل النتائج. وأكد سموه أن النتائج الإيجابية التي حققها فرسان الفريق سوف تساهم في تحقيق نتائج أفضل خلال البطولات التي سيشارك فيها مستقبلا، مشيرا سموه إلى أننا نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في بطولة العالم للقدرة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الهدف الأسمى من وراء المشاركة في سباق فرنسا. وبين سموه أن الخروج من سباق فرنسا لن يؤثر على مسيرة الإعداد لبطولة العالم، بل كان السباق موضوعا على رزنامة المشاركات التجريبية، وسيتم المشاركة أيضا في سباقات قادمة استكمالا لفترة الإعداد قبل بطولة العالم.